شامة تهتوي عيون عبد الله المراجل والشيم ارويه من مدحي والشعر يزهفي عبد الله هذا السحر على رؤوس القمم قدرة تعلى والمفاخر تكتسي معلم الحاز المكارم والقيم والعلم والاخلاقه منه وفيه والعلم والاخلاقه منه وفيه صيته مثل نار على راس العلم يا حي ذاك القوم والشيخ النبي واليوم ذا يترجل الحر الشهم بعد المسير الحافله وفعل النزير بعد 30 عام فيها قد خدم العز والتعليم والدين الوجود في معهد الباحه والمدق فعله تنجب وتخرجت اجيالنا على يده وتخرجت اجيالنا على يده عبد الله الطلاخه والكرم امام صلاح ذات البين قد شد الهمم والطيب بالمعروف ما في لا شبيه فاخذ اخوانه وخواته وجميعهم قدوة عياله وبناته تزهفي فاخذ اخوانه وخواته وجميعهم قدوة عياله وبناته تزهفي فاخذ اخوانه وخواته وجميعهم قدوة عياله وبناته تزهفي فاخذ اخوانه حسب الطلب مواليد ملكه تخرج مدح.